لو كان صعب جدا جدا كانش ينفع حد يعيش فيه. لا ما كنتش عايش، انا ما كنتش اتخيل ان الحياه كلامها تجيني وتعمل لي كده، اقسم بالله ما كنت متخيل انها تجيني. لم تدري السيدة صابرين التي اقترب عمرها من الستينيات أن ملحمة تطوير كرة الريف المصري التي تقوم بها مؤسسة حياة كريمة ستأتي يوما ما إلى بيتها التي ظلت تعاني من تهالكه لأكثر من 30 عاما. الكيس كان شكله صعب، ما حدش يقدر يتخيل يعيش فيه، حد يقعد في السبايت. أنا بيت كان متعرش بالسبايت وبجريد، قعد مجد قديه 30 سنة لحد الحيط كده مش شرح عليا. ايام السيل ما كانش، اقسم بالله ما كنا بننام على الارض، بفرش حصيره والبطانيه وبننام عليها 30 سنه. هو البيت كان شكله صعب، كل ما اشوف على شاشه التلفزيون الحياه كريمه بتوضب، انا بصراحه انا كان بتعب نفسيتي كانت بتتعب جامد. طب اقول يا رب انا اتواصل فيه ازاي، يعني اتواصل ازاي معاهم، يجي يعملوا لي بيتي ازاي. جيت نازله اطفيح فلقيت العربيه، فسألت قلت لها العربية بتاع مين؟ قال لي دي العربية بتاع حياة كريمة. طيب ينفع ان انا اكلمهم؟ قال لي ينفع. ست صابرين تواصلت مع مؤسسة حياة كريمة من خلال المنسقين الميدانيين، وهم كلموني عشان اعمل معاينة البيت واعمل تقرير مبدئي لوضع البيت. قعدنا 15 يوم بالضبط من اول ما وصلنا لحالة البيت في المرحلة الاولى مع المهندس المنفذ للبيت هنا، كان العمل 24 ساعة طول الوقت. بعد التدخل السريع لحياة كريمة بترميم وتجديد بيت السيدة صابرين وتحويله إلى مسكن لائق، فضلا عن إحلال وتطوير المرافق وإعادة تأهيلها ليكون سكنا كريما وحلما لم تكن تتخيل أن يصبح حقيقة يوما ما. البيت في الوضع الأول ما كانش فيه حمام، كان حاجة بسيطة جدا شعبية جدا بتتقفل بسطارة، ما كانش فيها حنفية مية. احنا دخلنا حنفية المية للمطبخ وللحمام، وعملنا مطبخ وعملنا حمام. الكهرباء ما كانتش موجودة، لأن السقف ما كانش مؤهل انه يتحمل سلوك الكهرباء، كان معمول من الخوص والجريد، ودي حاجة منتشرة في الريف المصري. يعني كل الحاجة القديمة كلها اترمت، وكل حاجة جاتني جديدة، من سيراميك لسقف لمراوح لكهرباء، كل حاجة من القديمة بتشغل عداد الكهرباء، بس كل حاجة جاتني جديدة. السيراميك برضو والبيبان والشبابيك كل ده غيرناه. الأعمال الكهرباء تم غيرناها، ما كانش في حاجة من البيت القديم فضل غير العداد الكهرباء بتاعها بس، لكن كل حاجة غيرناها. مراوح جبنا مراوح، وعملنا طبعا الدهانات والمحارة الجديد، ورفعنا منسوب البيت عشان نعلى بيه عن الشارع عشان لما يحصل أمطار أو سيول أو أي حاجة ما تخشش على البيت. لا دلوقتي أنا عايشة في قصر، أنا فرحانة جدا من كتر فرحة مش عايزة أطلع بره. حياة كريمة بصراحة وقفوا معي وقفة عمر ما كنت أتخيلها. ما تشيلش هم، صدقني أنت عندنا تبقى الأهم. حياة كريمة أصبحت هي طوق النجاة للعديد من الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية، تلك الفئة المجتمعية التي هي نصب أعين الرئيس دائما، حيث سخرت الدولة كافة إمكانياتها من أجل تلبية احتياجاتهم عبر هذه المبادرة الوطنية حياة كريمة. بشكر السيد الرئيس اللي هو حمل حاجة اسمها حياة كريمة، هي حياة كريمة فعلا، كريمة يكرم الناس يقف جنبيهم.